أهلا وسهلا بالجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. نبلش اليوم أستاذ بالفقرة الأخيرة الرابعة بالوحدة السابعة اللي هي Learning English Fast The Natural Way، تعلم اللغة الإنجليزية بالطريقة الطبيعية. يعني كيف الواحد بده يكتسب اللغة زي اللي بتعلموها مثلا عند الأجانب، بس مش عند الأجانب، بدنا نسوي لكم هاي التجربة عندنا في البلد يعني في الوطن. نبلش بسم الله الرحمن الرحيم. Learning English Fast، تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة، The Natural Way، الطريقة الطبيعية. It is said that، يقال، The best way، أفضل طريقة، to acquire a language، لكسب اللغة واكتساب اللغة، is to immerse yourself in it، إنك تغمس حالك فيها. عندنا كلمة it أستاذ بتعود على language، نحط لكم عليها highlight. It عمين بتعود أستاذ على language. طيب كيف، شو أفضل طريقة إنه أنت تتعلم اللغة؟ أفضل طريقة لتعلم اللغة، نحط عليها أستاذ مثلاً باللون الأزرق هان، شو أفضل طريقة؟ What is the best way to acquire a language؟ شو أفضل طريقة إنك تتعلم فيها اللغة؟ الجواب to immerse yourself in it، إنك تغمس حالك فيها. هاي السؤال علمنا عليه كمان مرة، وهي الجواب إنه أنت تغمس حالك فيها، هاي أفضل طريقة. إذا لو قال لي What is، ما هي أفضل طريقة لتعلم اللغة؟ إنك تغمس حالك فيها. And that's what we offer، وهذا ما نقدمه. At Extreme English، في مكثف اللغة الإنجليزية. Total Immersion، الانغماس الكلي، وهي معناها تحتها. إذا الفقرة الأولى، What is the best way to acquire a language؟ الجواب to immerse yourself in it، إنك تغمس حالك في هاي اللغة. السؤال الثاني، What exactly do you mean by total immersion؟ بالله شو قصدك بالtotal immersion؟ هسا بدنا نيجي نتعرف أستاذ شو معنى كلمة total immersion، شو هو الانغماس الكلي. نقرأ مع بعض. You will stay، سوف تسكن، in one of our beautiful apartments، بدك تيجي تسكن عندنا، هم بدهم يأخذوك يسكنوك عندهم. You will hear and speak English all day long، وسوف تسمع وتتكلم اللغة الإنجليزية طوال اليوم. إذا شو total immersion؟ total immersion الانغماس الكلي اللي بده يوفروا لك اياه انه انت استاذ سوف تسمع وتتكلم اللغه الانجليزيه طوال اليوم. هاي هي الجواب. اذا what do you mean by total immersion؟ يعني انه انت you will hear، سوف تسمع، speak، تتكلم English all day long. You can either join، تستطيع ان تنضم، a small group of other students، تستطيع ان تلتحق بمجموعه صغيره من الطلاب الثانيين، of a similar level، اللي انت وياهم نفس المستوى، of a similar level. Or you may request a tailor-made course، أو إنه أنت بتطلب طلب a tailor-made course، مساق خاص فيك. إذا يا إما join، تنضم لمجموعة صغيرة، or request a tailor-made course. For example، هسا هذا المثال على a tailor-made course. يعني شو أنواع tailor-made course؟ There are two types of tailor-made courses، في نوعين. شو هم هذول النوعين؟ يجي نتعرف عليهم. إذن شو أنواع التيلر ميد كورس؟ النوع الأول، for example، you may require a course in academic English to prepare you for undergraduate or postgraduate studies، هاي أول نوع. والثاني، or a vocational course to help you with your degree، with your career. إذن أنواع التيلر ميد كورسز اثنين، هاي النوع الأول وهاي النوع الثاني اللي هو vocational course. نيجي نشرح لكم إياهم. أول واحد، إنه أنت you may require، تطلب a course، مساق in academic English، في اللغة الإنجليزية الدراسية، to prepare you، عشان يساعدك for your undergraduate، إما لدراستك الجامعية or postgraduate studies، دراستك للدراسات العليا. إذا في إشي دراسي عشان الجامعة، الأطباء، المهندسين، المحاسبين إلى آخره. or a vocational course، المساق الثاني vocational، مهني، to help you، عشان يساعدك with your career، في ما في مهنتك او في عملك. either way، اي طريقة، اي طريقة من ايش؟ هسا في عنا two ways، ايش هم الways؟ نيجي نحط عليها استاذ على بالاحمر. there are two ways، شو هم اللي هي؟ join a small group of other students or request a tailor made course، نحط عليهم هذول بالاحمر استاذ. اذا there are two ways to join Extreme English أو Total Immersion. الأولى
join a small group of other students of a similar level. الثانية request a tailor-made course. والله هاي السؤال واضح عليهم انه شو هم طرق انضمامك للتوتال اميرجن. الطريقة الاولى اما بتنضم لمجموعة صغيرة من الطلاب اللي نفس المستوى. اثنين الطريقة الثانية انه انت تطلب مساق خاص. طب شو انواع المساقات الخاصة؟ قلنا اما بتدرس اشي دراسي عشان يساعدك في الجامعة او اشي مهني عشان يساعدك في شغلك. ان شاء الله تكون الامور واضحة. طيب ماشي فهمنا يا اخوان شو اللي بدنا نسويه هناك. هسه سؤال what I will be doing there. شو راح اكون قاعد بعمل هناك. In the morning تفضل استاذ. طبعا هذول الواحد بحسهم احسن من اهله. In the morning after breakfast بعد الافطار بعد ما يفطروا كيك وتروك. One or more our trained and experienced teacher. واحد او اكثر من المعلمين المدربين والخبيرين والقرايب. يعني المعلم اللي بيجي عندك مش انت اللي بتروح عليه. And you will have 3 hours of intensive tuition. راح تأخذ 3 ساعات انجليزي مكثف راح يدرسوك لمدة 3 ساعات بطريقة رسمية. يعني هاي فورمال يعني هذا اسلوب رسمي انه انت بعد ما تفطر طبعا ببلش الاسلوب الرسمي بعد الافطار انه احد المعلمين الخبرين او اكثر راح يجي وتأخذ 3 ساعات مكثف ايش ماله انجليزي. After enjoying lunch together around the table وبعد ما تتغدى وتستمتع بالغداء You will visit. هسا بدنا نعرف انه في الصباح الباكر معلش خلينا نرجع ننظم الامور. في الصباح الباكر شو اللي راح يصير after breakfast؟ في الصباح الباكر استاذ one or more of our trained experienced teacher will arrive and you will have 3 hours of intensive tuition. وقلنا هاي ايش مالها استاذ هي الفورمال هاي الرسمية. طيب after enjoying lunch around the table وبعد الغداء يعني in the afternoon شو راح يصير عندك انت في الظهيرة او المساء؟ واحد نحط عليها بالاخضر استاذ you will visit a local place of interest. بخدوك انت تروح تزور مكان عام انت بتهتم فيها مثلا الاماكن اللي انت بتهتم فيها. اثنين go shopping بخدوك تتسوق. ثلاثة تيك بارت ان سبورت بخلوك تلعب رياضة. وقلت لكم هذول بتحسهم احسن من اهل الواحد بين الحكي. اذا اول اشي باخذوك استاذ انت على مكان عام local place of interest go shopping take part in sport او بخلوك تلعب رياضة. in the evening المساء طبعا هاي afternoon هاي استاذ afternoon فترة الظهيرة. بالليل المساء in the evening there will be choices. عندك خيارات يعني استاذهم من الجماعة زي ما تقول حاسين ان انت نفسيتك تعبانة وبدهم يعطوك خيارات. في عندك choices a choice of cultural activity بخذوك على نشاط ثقافي for example theater or concert or you may prefer to relax at home and chat in English naturally. اثنين بتظلك قاعد في البيت تسولف بالانجليزي بالطريقة الطبيعية. اذا ايش المساء عندك كم خيار؟ خيارين a choice of a cultural activity هي واحد او تظلك قاعد في البيت prefer to relax at home and chat in English naturally. طيب في سؤال ثاني هسه ايش هو؟ شو هم الاكتيفيتيز اللي انا بقدر اسويها؟ نيجي ناخذ اللون مين ناخذ؟ الاخضر الفاتح خلنا ناخذ الاحمر فيش فيها احمر. هاي هسه الاكتيفيتيز شو هم الانشطه اللي انت بدك تسويها؟ في عندك نشاطين ثياتر باخذوك على مسرح. اثنين كونسيرت باخذوك على حفله. اذا استاذ في عندنا ثلاث فترات. فتره الصباح اللي هي الرسميه راح يجيك معلم وتاخذ ثلاث ساعات مكثف انجليزي. بعد الغداء في عندك ثلاث خيارات اما بتروح على مكان عام او بتتسوق او بتشارك في رياضه. المساء عندك خيارين اما بتروح على نشاط ثقافي زي الحفله او المسرح او بتضلك قاعد في البيت تسولف باللغه الانجليزيه. Whatever you do شو ما انت قاعد بتسوي your teachers المعلمين will be with you راح يكونوا معك. طب شو دور المعلمين؟ What is the role of the teachers acting as guides راح يكونوا دليلين بدلوك على الشغلات. اثنين tutors مدرسين. ثلاثة friends أصدقاء.
إذا هالأستاذ لما سألني what I will be doing there، عنوان الفقرة كان إيش أنا بدي أسوي هناك، شرحوا لنا أستاذ شرح كامل وافي إنه إلا ثلاث فترات، الظهر الصبح والظهر والمساء. طيب ممتاز اقتنعنا. نيجي على السؤال الأخير، how long are the course، قديش مدة المساق؟ some people just come for a week، والله أنا لو محلهم لا أروح أقعد قد سنة، في ناس بيجوا أسبوع. And they اللي هم the people are amazed، بكونوا مندهشين about how much progress، من التقدم they اللي هم the people make in such a short time، اللي سووه بهاي الفترة البسيطة. في ناس بيجوا أسبوع وخلال أسبوع صار كثير بتحسنوا. Others اللي هم كمان the people نفس الاشي come for 2, 3, even 4 weeks. في ناس بيجوا أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. It's up to you. إذا إيش برجع لك؟ في عنا أستاذ هنا سؤال جانبي اللي هم شو الخيارات أنت أستاذ اللي بدك تتخذها؟ في عنا two choices أو two decisions اللي هي the type of the course اثنين the time يعني how long duration you will stay. إذا في it's up to you، في شغلتين بدك تختارهم، قديش أنت بدك تبعد اللي هي how long are the courses، اثنين نوع المساق اللي هي في الفقرة الأولى أستاذ اللي هي الويز، يوم قلنا أنه أنت بدك تختار تنضم لطلاب من مجموعة نفسها أو تطلب مساق خاص عشان يساعدك في دراستك الأكاديمية أو دراستك المهنية أو عملك يعني. You can be sure of one thing، ولكن احنا بنضمن لك شغلة واحدة، we will do our very best، رح نقدم افضل ما عندنا to give you a first class experience عشان نعطيك تجربة الدرجة الاولى، and send you home thinking، ورح رجعك على البيت thinking dreaming، تحلم وتفكر باللغة الانجليزية. يعني هاي استاذ بتذكرني انه هذا المرة سووا زي هيك بجبل عمان، وراح مجموعة من الطلاب ايام مكان الاي تي، راحوا ثلاث طلاب أستاذ انضموا لهذا المساق. نحكي لكم القصة على السريع، بالفعل راح لمدة أسبوع، بعد أسبوع كان التقدم اللي صار إنه الأجانب اللي كانوا في المركز طلعوا يحكوا عربي، وإحنا أستاذ بنأيد إنكم تروحوا تتسووا هاي الشغلات، لأنه بسم الله ما شاء الله عليك أستاذ بتستفيدوا منها كثير. يعطيكم العافية، القطعة خلصت أستاذ وحلوة يعني ما فيها أي شيء. نروح أستاذ على الأسئلة، طبعا هذا شوية عشان التنسيق حولناه من وورد لبي دي اف. The text says that students will be living as a family، النص بقول انه احنا راح نسكن مع بعض، اللي بروح غاد بقعدوا كعائلة. Go, give two examples that will illustrate this، توضح يعني كيف انهم راح يسكنوا مع عائلة. They will chat together, eat together, live together، يعني بدهم يسولفوا ويحكوا ويتغدوا يأكلوا مع بعض. يعني هاي هي. السؤال الثاني، which part of the day will be the most formal، أي جزء من النهار أو اليوم هو الرسمي؟ قلنا in the morning. طب what will happen أو what happens then، ماذا سوف يحدث؟ يوم ما قلنا أنه أحد المعلمين أو أكثر راح يجي ويعطيك ثلاث ساعات مكثف. السؤال الثالث، why do you think a tailor made course mean؟ هسا معنى كلمة tailor made course هاي أستاذ حفظ، هسا منورجيك وين موجود إجابتها، اللي هو خاص in paragraph 2 بالفقرة الثانية. يا ريت ننتبه لها هنا أستاذ، اللي هي تيلر ميد، هي موجودة عندك تحت هنا، a course designed to meet the specific needs for individual students. ليش احنا نسويها؟ نحط عليها تعليم أحسن، اللي هي شو معنى كلمة تيلر ميد؟ التيلر ميد كورس هي معناها أستاذ a course designed to meet the specific needs of an individual students، هو مساق مخصص ليقابل أو يلبي احتياجات طالب معين. السؤال اللي بعدي، students have a lot of options on their courses، في options خيارات، however there are two decisions، قلنا في قرارين that they have to make before they arrive، what are they؟ يوم ما قلنا the type of the course، واثنين how long they will stay. طبعا الإجابات هي اللي مكتوبة تحت. Imagine you have joined a small group of students on a course like this. تخيل انه انت استاذ انضميت لمجموعة من الطلاب زي هيك. Think of three possible aspects
and three possible problems you might face. بدي اياك تفكر لي بثلاث اشياء ايجابيه positive. انا ما قلتش positive في السؤال. اعطيني ثلاث اشياء ايجابيه وثلاث اشياء سلبيه. يعني مثلا من الشغلات الايجابيه improve your language, meet new friends, get a new experience, تحصل على تجربه جديده. المشاكل don't خلينا نقول get on well with new people, facing cultural problems. وفيش مشاكل ثانية. يعني من نقول إنه المشكلة you will miss your family and relatives. احتمال بصير. What would you go would you go on a course like this? Why or why not? إذا أنت حاب أو حاب تروح على مساق زي هيك, إذا ليش وإذا لا ليش. وهي الإجابات أستاذ عندكم في الدوسية. طبعا أستاذ هذا الحكي في صفحة 55 والقطعة كانت صفحة 54. هاي الإجابات تاعت الأسئلة. نيجي على سؤالين للكريتيكال ثينكينج. The writer states that people who take a course will be amazed. الناس اللي بأخذوا المساق راح يكونوا مندهشين about the progress they achieved in their language in very short time. مش هذا اللي بهمني. Suggest three tips. بدي ثلاث نصائح to help students improve learning language quickly. تتذكروا قطعة أنيتا؟ ما هو إحنا أستاذ ليش قاعدين نقول لكم إن الواحد لازم يكون فاهم المادة فهم؟ لأنه في قطعة أنيتا شو سوت هي عشان تحسن مهارتها في اللغة الإنجليزية؟ مش حفظت الكلمات الجديدة وعاشت مع عائلة واخذت المساق. إذا هذا بنقدر نجيبه نفسه كوبي بيست. إنه كيف أنت بدك تحسن لغتك؟ living with a family, taking a course, learning a new vocabulary, communicate with native speakers, watch educational programs, اللي بدك إياه. السؤال الثاني, it is said that the best way to acquire a language, أفضل طريقة لاكتساب اللغة, is to immerse yourself in it. إنه أنت تغمس حالك فيها. Think of the statement and in two sentences write your point of view. قلنا في حالة هذا السؤال think بناخذ الجملة الأولى. طب هو بس من تعريف total immersion. إنه هو شو total immersion؟ إنه you will hear and speak English all day long. وبني عليها إجابتك. وبنستنى منكم الإجابات في حصص الأونلاين إن شاء الله. ونروح أستاذ على الفقرة السؤال الأخير في صفحة 55 وهو سؤال مهم بيعتمد على المعاني. أكاديميك دراسي. Undergraduate طالب جامعة. Postgraduate طالب دراسات عليا. Vocational مهني أو عملي. نيجي على الجملة الأولى. After Nasser completes his first degree, بعد ما ناصر خلص أول شهادة جامعية, he is hoping to do a postgraduate degree. ما هو حصل على الشهادة الأولى, ده بده ياخذ شهادة إيش؟ عليا. مريم is an excellent student. مريم طالبة ممتازة. She got top marks in subjects like history, Arabic and math. هي بتجيب علامات عالية في المواد زي التاريخ والعربي والماث. وهي مواد إيش مالها؟ أكاديمية دراسية. Academic. My brother has just left school. أخوي خلص مدرسة. Now he is a university undergraduate. هو طالب جامعة. Undergraduate. My cousin is an electrician. عم ابن عمي كهربائي, كهربجي. Instead of going to university, بدل ما يروح على الجامعة ويغلب حاله, he did a vocational course. أخذ دورة مهنية at a local training college في مثلا كلية تدريب مهني. وهي الإجابات. ويعطيكم ألف عافية أستاذ ونراكم على خير. وأبو الحناقل بسلم عليكم وبقولكم يا دي المصيبة اللي بجلاجل. والسلام عليكم ورحمة الله.